لماذا تحمل كل هذه الهموم؟ لماذا تخاف من المستقبل؟ لماذا تفكر لأشهر أو سنوات طويلة؟ والله تبارك وتعالى أنزل آية لعلاج كل هذه الظواهر وكل هذه المخاوف وكل هذه الهموم، ولتضمن لك الحياة السعيدة. اليوم سنعيش مع آية وحديث لعلاج الهموم والمشاكل، وأيضا لعلاج القلق والخوف من المستقبل وكثرة التعب والهم والغم، فتابعونا. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، اليوم سنبدأ سلسلة جديدة بعنوان آية وحديث. الأحاديث النبوية أيها الأحبة التي أغفلناها للأسف وغفلنا عنها وتناسيناها، والله كل حديث نبوي هو كنز ينور حياتك، هو علاج، هو شفاء، هو راحة وطمأنينة. وسبحان الله، كل حديث نبوي صحيح لابد إلا أن نجد له إشارة في القرآن الكريم. اليوم كثير منا يعاني من التفكير بالمستقبل، يعني موجة الغلاء التي تأتي أحياناً، أو موجة الحرب، أو موجة الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها بعض الناس اليوم، تجعلهم يفكرون بالمستقبل. يقول إن راتبي بعد مثلا 3 أو 4 أشهر أو سنة لن يكفيني، ماذا أفعل؟ سأسافر إلى بلد آخر؟ سأبقى هنا؟ ويبدأ التفكير، مسلسل الأفكار التي تدمر حقيقة الإبداع وتدمر الحياة وتدمر السعادة. أنا لدي اليوم أيها الأحبة آية من آيات القرآن أود أن أتدبرها معكم، لا أقول أن أفسرها، لا، أن أتدبرها، لأن الله أمرنا بالتدبر. لم يقل أفلا يفهمون القرآن أو أفلا يفسرون القرآن، لا، ذهب بك إلى أعلى مرحلة ممكنة، أفلا يتدبرون القرآن. ما معنى التدبر أيها الأحبة؟ التدبر بكل بساطة أن تتتبع آثار الشيء. يعني مثال، نحن نقول أدبر الليل، ذهب، أدبر فلان، يعني أدار ظهره، الدبر هو الخلف، فأدار ظهره ومشى. فالتدبر هو التتبع، يعني في صحراء مر حيوان من هنا، ما لا نعرف ما هو ومتى، ولكن ترك آثارا، نريد أن نبحث في هذه الآثار عن هذا المخلوق الذي مر من هنا، أن نتتبع الآثار ونفهم وندرك ما وراء هذا المخلوق. القرآن هنا أمرنا أن ندرك ما وراء الآيات، يعني الله تبارك وتعالى يقول في آخر آية من سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. طيب، هذه حقائق، لا أحد حتى اليوم يدعي أنه ينزل الغيث، لا أمريكا ولا روسيا ولا أحد. الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، حتى الأمطار الاصطناعية هذه تسمية وهمية أخي الحبيب، لا يوجد مطر صناعي، هم لا يصنعون الماء، هم فقط يرشون ما يسمى بنويات التلقيح لتلقيح السحب، فتأتي قطرات الماء الموجودة أصلا التي تبخرت بإذن الله وتوقفت في طبقات الجو بإذن الله،
وهم فقط يرشون الملح والغبار والإسمنت أحيانا، أي مادة بودرة يعني تتجمع حولها هذه القطرات وتشكل غيوم، ويمكن أن ينزل مطر. ولكن الذي بخر، الذي خلق الماء هو الله، والذي خلق الملح الذي يرشونه هو الله، والذي خلق قوانين الجاذبية والكثافة هو الله. إذن الإنسان لم يصنع شيء، الذي ينزل الغيث هو الله. طيب، قال ويعلم ما في الأرحام. بعض الناس السذج للأسف قال بما أن الطب اليوم تطور واستطاع أن يعلم يحدد الذكر والأنثى، إذن هذه الآية غير صحيحة. ويعلم ما في الأرحام، هل فيها ذكر وأنثى؟ هل فيها بشر أصلا؟ طيب كم كائن حي اليوم يتكاثر بالولادة بالأرحام، يعني من خلال الأرحام؟ كم حوت في البحر يتكاثر بالولادة؟ كم كائن حي من ما يسمى بالثدييات، من القرود والفيلة والزرافات والأسود، والمليارات ومليارات من الكائنات تحمل، هل يستطيع أحد أن يدعي ويقول أنا أعلم ما في الأرحام؟ طيب هذا الجنين الموجود في بطن الأم، هل يستطيع الطب أن يخبرنا بمصيره؟ كم سيعيش؟ كيف سيكون حاله؟ فقط هو حدد الذكر والأنثى، وهذا بإذن الله. إذن ويعلم ما في الأرحام، هنا يعلم كل شيء لكل الكائنات، ماذا يوجد في أرحام وماذا سيكون في المستقبل. طيب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هنا الشاهد الذي أود أن أتدبره معك لتدرك أن القرآن فعلا هو شفاء. طيب هل يستطيع أحد اليوم أن يدعي ويقول أنا أعلم ماذا سيحدث غدا؟ لا أحد، ولا أكبر علماء الأرض يستطيع أن يقول أنا أعلم بالضبط ماذا سيحدث في الغد. إذن هنا القرآن يحدثنا عن حقائق يقينية وبديهية معروفة. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هل يستطيع إنسان أن يحدد ويقول لك أنا سأموت في الأرض الفلانية؟ لا يستطيع. طيب إن الله عليم خبير، انتهت الآية. طيب أين التدبر هنا؟ نحن فهمنا الآية، نريد أن نتدبر الآن، أن نقرأ ما وراء هذه الكلمات. يعني هل الله عز وجل أنزل هذه الآية فقط ليعطينا معلومات عامة فقط؟ يعني لا، هناك شيء أعمق أيها الأحبة نريد أن نكتشفه معا، وسنجد أن النبي لمس هذا الشيء وتحدث عنه كما سنرى بعد دقائق قليلة. هنا أنا فقط سأخذ هذه الكلمات، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ست كلمات مع الواو سبعة. طيب لماذا قال الله لي، أخبرني، قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ يعني أيها الإنسان لا تفكر بغد، فكر باللحظة التي أنت فيها. طيب هل هذا المفهوم صحيح؟ نعم، وسأثبت لكم ذلك من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنا غدا أو بعد غد من الخطأ أن أقول سيحدث بلاء أو وباء أو حرب أو غلاء وأنا سوف كذا وسوف يصيبني كذا وأجلس وأحبط، وهذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فهم هذا المعنى، أدركه. قال عليه الصلاة والسلام من أصبح معافا في بدنه،
ما معنى أصبح؟ يعني أشرقت عليه الشمس فوجد نفسه أنه معافى. طيب. آمنا في سربه، في بلده آمن، لا يوجد قذائف تأتي فوقه، لا يوجد صواريخ، لا يوجد زلزال، لا يوجد من يهدده، إذن آمن. طيب. عنده قوت سنة أو شهر أو أسبوع، لا، عنده قوت يومه، قوت يوم واحد، يعني اليوم الذي أصبحت فيه في الصباح أنت لديك طعام يكفي لمدة يوم، قوت يعني طعام يكفيك يوم فقط لك ولأولادك. طيب، ما وضع هذا الإنسان من أصبح آمنا في معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه؟ فكأنما حيزت له الدنيا، كأنه ملك الدنيا. والله هناك أغنياء كثيرون في هذا العصر، من تصنفهم الأمم المتحدة تحت خط الفقر، لو أخضعناهم لهذا الحديث سيكونون أغنياء. كم واحد اليوم منا عنده قوت يوم، يعني معه مال يكفيه ليأكل لمدة يوم؟ هذا معنى قوت يومي. الحديث لم يقل لك عنده مثلا كمية من الذهب أو كمية من المال أو عنده عقارة، عنده فقط قوت يومه، قوت يوم يعني طعام يوم، يعني مال يكفي لتأكل فيه يوم واحد فقط، لم يقل يوم وليلة، لا، يوم. طيب، كم غني يوجد الآن؟ ولكن الشيطان لا يريدك أن تفهم هذا المعنى أخي الحبيب. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا كنت مؤمن حقيقي خف من الله، خف من معاصيك وذنوبك، لا تخف من الشيطان. هنا الله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن من يدعي أنه لا داعي للأحاديث النبوية هذا مخطئ، أو الأحاديث النبوية كانت صالحة لعصرها هذا مخطئ أيضا، لأن مثل هذا الحديث ضروري، أنا بالنسبة لي، أنا أتكلم عن نفسي، أنا عندما قرأت هذا الحديث والله أحسست وكأنني أملك الدنيا، لأنني أولا لا أدري ماذا يحدث في الغد، لا أدري متى يأتي الموت، قد يأتي غدا، ولا تستطيع أن تحسب ذلك. ما دمت تملك طعام يوم كأنما حيزت لك الدنيا، كأنما استحوذت وتملكت الدنيا، ليس مساحة محدودة، الدنيا كلها. فإذا أخي الحبيب هنا يجب أن تفكر ليوم واحد فقط، إذا أردت أن تحمل هم، همك يوم واحد، والنبي حل لك هذه المشكلة، قال لك ما دام معك طعام يوم إذن حيزت لك الدنيا. طيب، هذا الأسلوب ما فائدته؟ أنا طبقت هذا الأسلوب على فكرة، يعني أنا أتحدث معكم الآن، أنا طبقت هذه الآية على نفسي ولاحظت الفرق الكبير الشاسع بين حياتي قبل هذا الفهم وبين الآن. أولا، عندما تلاشت من دماغي كل فكرة سلبية وكل خوف من المستقبل وكل هم ماذا سيحدث غدا، ماذا سأفعل مع فلان، كيف سأقوم بالمعاملة الفلانية التي هي متعسرة، كيف سأقضي هذا الدين، كيف سأفعل هذا الأمر، كل هذه الأمور توقفت، فوجدت نفسي أنني أفكر بأشياء إيجابية، يعني أفكر
مثلا ماذا سأفعل للآخرة، ماذا سأفعل من أجل إرضاء الله؟ طيب النبي قال لي خير الناس أنفعهم للناس، إذن أنا بدأت أفكر أن أنفع الناس، وأفضل ما تنفع الناس به هو الدعوة إلى الله، أن تنقذ إنسانا من النار، أن تدله على طريق الخير. وهذه مهمة الأنبياء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، تنير طريق لهؤلاء، تنير الظلمات أمامهم. لذلك يعني من فوائد هذه الآية أيضا أنك إذا توقفت عن التفكير بالهموم سيصبح عندك وقت كبير، هذا الوقت تستغله بشيء أيضا إيجابي وتنجز أعمال أكثر، لأن التفكير بالهم أخي الحبيب لا ينجز شيئا، بل يدمر بعض الخلايا العصبية في الدماغ. نحن نعلم أن كل خلية عصبية هي كنز لأنها لا تتجدد، وبالتالي خلايا الدماغ هذه أكثر ما ينهكها ويسبب لها الشيخوخة التوتر والضغط النفسي والقلق والهم. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الحديث كأنه يقول لنا لا تفكر بهموم الرزق وهموم ماذا سيحدث وأين سأذهب وماذا إذا حدثت حرب، ماذا إذا حدثت مجاعة، ماذا ماذا، تجد الشيطان استحوذ عليك وجلست في أرضك لا تستطيع فعل شيء. فإذا خلاصة هذا اللقاء أخي الحبيب، ينبغي أن ندرك أننا إذا فهمنا القرآن بهذه الطريقة يكون شفاء لنا، لأن القلق والخوف من المستقبل هذا يؤدي للاكتئاب. فإذا فهمت القرآن بطريقة صحيحة وطبقت هذا في حياتك تتخلص من هذا الاكتئاب، تتخلص من الخوف، تتخلص من القلق والخوف من المستقبل، وبالتالي أصبح القرآن شفاء لك. لذلك قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بعض الناس يظن أن القرآن هو حبة دواء، اقرأ هذه الآية 7 مرات، لا، القرآن هو قراءة، فهم، عمل، تطبيق، منهج حياة تغير نظرتك للأمور. وبالتالي إذا حققت هذه المعادلة أنت بالفعل سيكون القرآن شفاء لك. أنا أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شفاء لقلوبنا وشفاء لأحزاننا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.